واحد بيسأل سؤال بيقول عندما خلق الله أبانا آدم هل خلقه في سن الشباب؟ وهل أمنا حواء عندما خلقها الله كان سنها قريب إلى سن أو عمر زوجها أبينا آدم؟ عندما خالف وصية الله وأخرجهم الله من الجنة ورزقهم الله بالذرية. أنا في الحين مش عارف عمرهم كان كام. يعني ما كنتش حاضر ساعتها. لكن ما فيش شك اللي نقدر نستنتجه ان ابانا ادم كان في سن النضوج وكذلك امنا حواء، بدليل ان ربنا عهد اليك بمسؤوليات مش ممكن كان يعهد بيها الا لشخص ناضج. فكان في سن النضوج، كان عمره كان نعرفش. ان استطاع فيكم ان حد يعرف يبقى يقول لي وابقى متشكر وكتر خير. هو عمر ابينا ادم حسب من يوم خرج من الجنة وسكن في هذه الارض، كما ندرك من سفر التكوين اصحاح 5. طبعا كان سنهم متقارب، لكن يعني منطقيا لازم ادم كان اكبر شوية. يعني مهما كان ما كانش اكبر في السن، اكبر في المسؤولية. بلاش اقول في المقام، لان المقام ربنا اعطاهم قدرا واحدا. الكتاب يقول باركهم وان هم خلقوا هما الاثنين على صورة الله ومثاله، واخذوا نفس البركة ونفس السلطة على طيور السماء وسمك البحر وكل حيوان يدب على الارض. يدوبك اقول الكلمتين دول بس.